تحت شعار اعتصام الكرامة. نظم نشطاء مدنيون هنا اعتصام الكرامة على استيراد الام 4 الذي يربط بين مدينتي حلب واللاذقية وتحديدا بين مدينتي سراقب وجسر الشغور وتحديدا عند نقطة مدينة أريحة. قام هنا المدنيون والنشطاء والفعاليات بقطع الاستيراد بتشغيل الإطارات النارية بالإضافة إلى حشود لاعتصام دائم هنا. يقول هنا النشطاء أنهم سوف يبنون خيام ويعتصمون على هذا الاستيراد الذي كان من المقرر أو من خلال اللقاءات بين روسيا وتركيا صرحوا بأن هذا الاستيراد هو سيكون نقاط أو ممر للدوريات الروسية التركية المشتركة. هنا النشطاء المدنيون والفعاليات المدنية قالت أنها لن تسمح بمرور دوريات روسية على هذا الاستيراد وتحديدا على استيراد الام 4 كما ذكرنا. هنا هذا الاعتصام كما نشاهده تحديدا على نقطة دخول جبل الزاوية من نقطة أو من عقدة أريحة على طريق الام 4. معز عباس، شبكة بلدي.